التأول والاستخفاف. والهيمنة. شوف راه الديمقراطيات في العالم، في العالم خذوا جميع الديمقراطيات اللي احنا اليوم تنشوفوا فيها بواحد النظره ديال الاعجاب وبالاهتمام، راه الديمقراطيات كلها في العالم تبنى على الاغلبيه، والا الا ما كانتش حكوميه، الا ما كانتش حكومه عندها اغلبيه فهذه حكومه غير شرعيه. طبيعي جدا ان الحكومه تكون عندها اغلبيه، لكن الدستور يعطي ويوضح الحقوق اللي كاينه عند المعارضه. نعطيكم واحد الاشاره وانتبهوا لها الله يكثر خيركم. في الجلسات المتعلقه بالسيد رئيس الحكومه، واش انتبهتوا للتوقيت اللي كاين عند فرق المعارضه اكبر من التوقيت اللي كاين عند الاغلبيه؟ عمر ما انتبهتوش لهذا المعطى هذا، انتبهوا لي. خذوا المده ديال التدخل ديال فرق المعارضه في الجلسات الشهريه ديال السيد رئيس الحكومه، هي اكثر بكثير. وغتلقاو مثلا الفرق الاولى اللي عندها 120 102 نائب بحال التجمع و90 بحال الاصاله، غتلقاو بانه كاينه فرق في المعارضه اللي العدد ديالها تقريبا هو الثلث النواب ديالها، ولكن من ناحيه المده الزمنيه هي اكبر. هذا واحد من المؤشرات اللي كتاكد بان هذه الحكومه هذه بالعكس. وهذا الموضوع عمرنا ما ناقشناه، دائما ناتي الى البرلمان ونتناقش مع الفرق البرلمانيه بمنطق واحد، هو منطق ديال ان هذا برلمان بغض النظر واش هو معارضه ولا اغلبيه. ثم على مستوى المبادره الرقابيه، غتشوفوا بان جميع الاجتماعات ديال اللجان اللي كتنعقد هي كلها اجتماعات في الغالب المواضيع ديالها كتكون من بمبادره من فرق المعارضه، ونحضر كحكومه لمناقشه مختلف هذه القضايا. ثم المساله اللي تكلم عليها السي الارقام ديال انه كنجيو في 10 المواضيع، المفروض بانه ملي كتكون جلسه من جلسات الرقابه لجنه من اللجان ديال الرقابه يجب ان تناقش المواضيع اللي كاينه مطروحه في جدول الاعمال. وانت كتعرف هذا الشيء، راه الاجتماع تيبدا في 10 الصباح وتينتهي في 10 الليل، وتينتهي في 11 الليل، وتينتهي في 12 الليل. فهنا من يبرمج؟ راه الذي يبرمج هو البرلمان. مكتب اللجنه حينما ينعقد ويجتمع يقرر شكون هما القطاعات اللي غادي يجيو، وتيجيبهم وتيخضعهم للمساءله والمراقبه. فما كنظنش بان الحكومه تتدخل. الحكومه تطلب بعض المرات التاجيل اذا كان مرتبطه بداك جوج ديال الاسباب اللي هي منصوص عليها ومعروفه، اللي هي اما السفر خارج ارض الوطن ولا في حاله نشاط ملكي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.